يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من شنق نفسه وانتحر فهل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه لأنه مسلم ليس بكافر، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل. أهل الفضل ما يصلون عليه كالإمام والناس الذين لهم فضل، ما يصلون عليه زجرا له وزجرا لغيره، يصلي عليه عامة المسلمين ولا يترك بدون صلاة. نعم.